السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موقع حاجات اونلاين، ازيكم يا شباب؟ وحشتوني جدا جدا جدا. حابب اشكر موقع كافيل دوت كوم اللي بيرعى الحلقه دي، وهتلاقوا لينك الويب سايت تحت الفيديو. اللي ما يعرفش موقع كافيل، موقع كافيل عباره عن موقع لبيع الخدمات الصغيره. يعني حضرتك لو عايز تعمل بيزنس على الانترنت وانت قاعد في بيتك، ما تتحركش في اي مكان، وتكسب فلوس كتير، تدخل على موقع كافيل، عندك خدمه تعرضها. الخدمة بتاعتك دي حد تاني بيشوفها بيشتريها، الفلوس بتحول لك على البنك وانت قاعد زي الباشا. موقع كفيل تحت الفيديو، ويلا بينا نبدأ الفلوج. ايفون 11 برو ماكس تيست كاميرا.